السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم في احدى مديريات بلديه محافظه بغداد. هذه البلديه تطل من جانب شمال بغداد على منفذ مهم جدا لدخول العاصمه. كثير من التساؤلات على هذا المنفذ او هذا المدخل والمديريات او النواحي التابعه له. راح نناقش ناحيه الخدمات، ماذا قدمت هذه المديريه او هذه البلديه الى المناطق او المستفيدين من خدمات هذه البلديه. اليوم بضيافه برنامج بخدمتكم الاستاذ المهندس نزار الربيعي، مدير بلديه التاجي. نرحب بك اجمل ترحيب استاذ نزار. شكرا جزيلا لحضورك، شكرا لتلبية الدعوة، ودائما ما عودتنا بصراحة يعني بأي اتصال أنت تكون جاهز وتقدم. هذا الشيء بصراحة يفرحنا عن مسؤول ما يهاب الكاميرا والبرنامج، وخاصة في البرامج المباشرة دائما ما اعتدنا بعض المسؤولين البعض منهم يغادر البرنامج المباشر، ما يحضر خوفا من التساؤلات من اتصالات المواطنين. شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم. تذكرون مؤسساتنا البلدية اللي منتشرة حول أطراف بغداد خارج حدود أمانة بغداد، وكرر الشكر والثناء أنه أتاحتهم الفرصة حتى نتكلم بمعاناة بعض المعاناة وبعض المنجزات والأعمال الأخرى. أنتم المسؤولين هم يتعانون؟ بالتأكيد يعني احنا جزء من المجتمع. احسن. احنا جزء من المجتمع. انت بدك تحكي عن فرد لو انت كمدير. انا عراقي. جاي. ان كان العراق بخير انا بخير. احسن. وان كان عكس ذلك الله لا يقولها على قولته هنا. فبالتأكيد يعني الألم والمعاناة تنعكس علي وعلى بيتي وعلى أهلي وعلى أولادي، وبالتأكيد تصير مضاعفة. بالتأكيد بعضا يكون حالات من الألم أنه أنت ترى ما لا يراه الآخرون. احنا اليوم بأسئلتنا راح نشوف الأشياء اللي ما يشوفها الآخر. اليوم بأسئلتنا راح نشوف تماما الأشياء المخفية في بلدية التاجي. دائما ما تعودنا بانه المسؤول يطلع انتاجاته واعماله ما هو مخفي في بلديه التاجي؟ المخفي، سالت سؤال جدا جدا وجيه. المخفي في دوائر الدوله حاليا هو البطء. 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 الروتين. الروتين القاتل. كثير من الحالات احنا نعاني عدم الاستماع الى اهل الاختصاص. وبالتالي وجود البعض من القرارات يتم التراجع عنها او تصويبها، هذا مع الوقت يكون عنصر مبطئ للعمل. هذا حديثك ما ممكن انت تقول ردة الفعل من السادة المسؤولين في المناصب العليا أنا ممكن يأفيك من بلدية التاجي؟ ما هذا الحديث؟ نعم. تفضلت به وصريح بصراحة. أنت تقول أنت في مؤسسة تابعة إلى جهة حكومية تقول أكو بطء كبير وعدم وجود استراتيجي أو دراسة بعض المشاريع الاستراتيجية دراسة حقيقية، وهناك راح يستلقوا من مؤسسة إلى مؤسسة. هذا ممكن أن يفقدك مكانك يعني كمدير بلدية التاجي؟ لا، أنا أتكلم عن منظومة، أنا جزء منها. أنا جزء منها. واحدة من الحالات اللي تسبب البطء هو هذا الزحام بالطريق. يعرقلك عن الوصول مبكرا إلى دائرتك. تمام. مو صحيح ولا لا؟ بالتأكيد. تبدي تحسب العصر، من تطلع من الدائرة تحتاج إلى ساعتين ساعتين ونص، وأنت بنفس الإمكانات البشرية ولست خارق الإمكانيات. مو صحيح؟ صحيح. أنا ما أتكلم بهالطريقة. البطء موجود في كافة مؤسسات الدولة. تمام. بأمانة. اتفق. لكثرة التداخل على الصلاحيات. وسحب الكثير من الصلاحيات. بأمانة. احنا الديمقراطية، انا اتكلم واتحمل مسؤولية كلامي. لحد الان
مو في طريق الديمقراطية. عندي أصدقاء خارج العراق، ما هكذا الديمقراطية نهائي. احنا ديمقراطيتنا اللي دنا نشتغل عليها او دنا نطبقها البعض من عندنا يراها بمنظار التنفيذ لها هدام وليست منتجة. يعني هذه مشكلة، يعني نتعافى منها مع الزمن، نتعافى مع يعني اكو قول لحسان عبد القدوس يقول الديمقراطية مسؤولية. بالتأكيد بالتأكيد الإنسان مسؤول من يوم ولد أو يوم ينضج عند الإدراك إلى يوم يموت. حتى لو كان فقط مسؤولية نفسه، ما نقول أنه في مجال متصدي للمسؤولية، مسؤولية نفسه. نعم. والدليل أنه قتل النفس محرم، إذن أصبحت مسؤولية. صح سنت. أستاذ نزار، يعني ما تعرف شنو أسباب تركه؟ هل هي الشركات المنفذة؟ هل هي عدم وجود ناس أكفاء في بعض المشاريع سوت هذا التلكو؟ يعني شنو 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 السبب؟ عرفتيه معاني بأمانة. ابتداء احنا دولة في مواجهة الحروب، مواجهة مستمرة. يعني خلصنا داعش على لا على المدى المنظور العشرين سنة الأخيرة، كانت القاعدة وغيرها المسميات وإلى آخره، البلد غير مستقر. البلد من يكون عمود الفقري للواردات المالية له هو الحرب، ما يشهد تقدم. والحرب انعكاسها مو بنفس لحظتها، انعكاساتها اللاحقة مدمرة مستقبلية. أيوة صح. لكل المجتمعات، ولذلك الكثير من الدول اليوم يعني الحروب عندها محرمة. سويسرا أخذت جانب الحياد من الحرب العالمية الأولى وبنت بلد أصبح منار للعالم كله بالاستقرار. البنوك المعتمدة تضع ثقتها المطلقة في سويسرا وفي قانونها. بالوجود الاستقرار تنضج كل القوانين وتطبق بسلاسة. عدم الاستقرار هو معرف نفسه، عدم الاستقرار صح في كل الاتجاهات. جميل. يعني البعض أستاذ تقول يعني الروتين أو شركات المنفلتة بالعمل تحتاج إلى رقابة، تمام؟ متفقوا يعني؟ بالتأكيد. البعض يعني خاصة احنا مقبلة على مجالس محافظات، اتخاذ نعم. مجالس محافظات نعم. بعض يشكك يقول لك آني هذه حلقة زائدة، هو طبعا رأي محترم جدا، يعني كل رأي يطلق أي مواطن على قفه محترم بكل تأكيد. بالتأكيد. يقول لك يا رب هاي حلقة زائدة لأن كون بها ملفات ويا أكو تجارب، أكو تجارب ملف يعني مجالس محافظات فاسدين، البعض يعني مو كل يعني ما ليس نتحدث بالمطلق يعني بالتأكيد. بعض المجالس محافظات فاسدة، ما أنجزت مشاريع في وقتها، ما أنجزت. يقول لك فائدة هي حلقة زائدة، ماكو يعني فائدة منها. يعني أنا أقول رأيي شخصي وأيضا كمرشح في مجالس محافظات، أقول بأنه ضرورة جدا أن يكون هناك رقابة حقيقية على كل المشاريع الموجودة في المحافظات. هل ترى أنت كمدير بلدية ضرورة وجود رقابة مجالس المحافظات شريطة أن يكون هناك مجلس حقيقي نزيه متابع؟ أود أن أعرج على بدايات المجالس وبدايات الديمقراطية الوليدة في العراق. الديمقراطية حديثة العهد، ابتداء من خلق الله في بدايته يحتاج إلى وقت لاشتداد عظمة. تمام. احنا ما نقدر نلوم الجهل بالشيء ونحسبه. بمعنى آخر، كل ما تتعمق التجربة الديمقراطية كل ما يزداد الإحساس بالمسؤولية،
كل ما يصبح المجلس أكثر رصانة مع الاحترام الشديد لكل أخواننا وأساتذتنا أعضاء المجالس، منهم من حاول أن يقدم ومنهم من قدم، وأتمنى للجميع أنه يكونون على قدر المسؤولية والتوفيق حليفهم. لكن هنا أكو موضوع جدا مهم، موضوع المراقبة. يا سيدي الفاضل، أنت إعلامي، أنا أقف أمامك تلميذ صغير في مجال عملك، وأنا كذلك أقف أمامك. إحنا نقولها دائما بالمثل الشعبي الدارج، الخبرة تصنع التقدم. أحسن. تراكم الخبرة، اشتداد العود، مجالس دورتين أو ثلاث مليئة بالاضطرابات، مليئة بال، إذا نتذكر أعضاء المجالس المحترمين الدورات السابقة مو بعيدة، كانوا في الظرف الأمني ما يقدر يأخذ راحته بالعمل. ما ننسى الأحداث اللي مر بها البلد، التفجيرات هي بدأت 2008 والاختطاف، بالتأكيد هذا يضع حواجز أمام حريته بالعمل. يأخذ دورة 2013. اي نعم، أنا دائما أقول أبو الاختصاص مسؤول عن قراره. يعني الجهة الرقابية في المجلس يجب أن تكون تتمتع بالخبرة في مجال مراقبتها للنشاط اللي مسؤول عنه. يعني بمعنى آخر، أعضاء المجلس من العناصر الحسابية ممكن يتولون أعمال مراقبة على الدوائر الحسابية، الفنيين يتولون الرقابة على الدوائر الفنية، القانونيين يتولون الرقابة على حتى القضاء، حتى القضاء. يعني أنت بالتطور بالتطور بالتطور، إذا تجي على ديمقراطيات عمرها أكثر من 100 سنة، إذا تلاحظ جنابك الكريم مصر، مصر أعضاء مجلس حتى موضوع القضاء كثير من الحالات يصير التداول، ومعتمد القانون المصري، ومعتمد اللي هو مستنبط من القانون الفرنسي اللي هي من أوائل دول العالم بمجال القانون. صح. فأني بالنسبة إلي يعني كموظف تنفيذي أتمنى التوفيق لكل الكوادر ولكل أعضاء المجالس إن شاء الله اللي يفوزون، وهارد لك للي أتمنى لهم فرصة ثانية. يعني الحياة ما تتوقف. لا، بالتأكيد بالتأكيد نهائيا ما تتوقف. هي القدوم على هكذا مشروع هو بحد ذاته إن كان في النية الصادقة هو هذا يشكر عليه، يشكر عليه فعلا. جهد، اجتهد، اجتهد، حاول أن يوصل إلى مكان يخدم به الناس بغض النظر عن اللي يدفع أموال طائلة لأجل شراء هذا المقعد. فبالتالي من يشتري المقعد فبالتالي له تفكير آخر كيف يسترد تلك الأموال. هذه هي ملفات اللي ندخل بها دائما. نتذكر يتحدث سماحة السيد عن طريق لسان وكلاء في كربلاء المقدسة، صوتك من ذهب، فعلا هو صوتك من ذهب، أن تختار الإنسان المناسب في المكان المناسب. هي أمانة يعني الكلام هذا، إذا أنا بتقديري مجلس المحافظة أهم من مجلس النواب. شلون؟ مجلس النواب يشرف على العراق ككل، على الحكومة الاتحادية بشكل عام، على الحكومة الاتحادية. مجلس المحافظة إذا اطلع بدوره بالشكل الصحيح يكون منتج أكثر من مجلس المحافظة على أرض الواقع، من مجلس النواب على أرض الواقع. تمام، صحيح. في تقديري هذا المجلس إذا أحسن انتخاب أعضاءه إحنا بخير، لأنه الظرف جدا جدا حرج. من الواجب أنه التمعن والتمهل باختيار الأعضاء حتى يكون العملية منتجة. جيد. يعني أنت تقول يعني واحدة من مهامة الأساسية طبعا. نعم. هو المتابعة والرقابة. نعم. هل هناك مساحة كبيرة
لإبداء الرأي يعني أو اتخاذ قرارات في مجال في داخل مجلس المحافظة؟ أنا مو تعاملت وياهم. أنا مو عضو مجلس لا محافظة. لكن تعاملت وياهم بأمانة. الكثير منهم متعاون يسمع يحاول يصطدم بمن يصطدم؟ الديمقراطية. رجعنا على النقطة الأولى. نعم احنا الديمقراطية لحد الآن ما هاضميها. ديمقراطية حياة علينا على يعني عادة النظر بقضية الديمقراطية. لا عفوا مو هيك شيء، بس يعني لنقل احنا وصلنا بالديمقراطية في بداية المشوار يتطلب اكمال المشوار. هذاك الوقت تقدر تحكم على المسيرة. جيد. احنا اعتقد الديمقراطية هي مباشرة في العراق بعد 2003 بالتأكيد. نتحدث عن نفسك طبعا، هذا خارج سياق الخدم لكن هذا مهم. بعد 2003 فعلا دخلت الديمقراطية في العراق، لكن ما طبقت بسبب الأحداث اللي تفضلت بيها، هذه التجاذبات، هذه التقلبات اللي صارت في هذا البلد يعني كثيرة وكبيرة، وما زال هناك من يتربص بالعراق بالشر. وذكر قبل أيام السيد أحمد الصافي وكيل مرجع قال هناك أيادي خفية ذهبت باتجاه تخريب العراق، لكن هذه الديمقراطية موجودة بدليل هناك تمثيل حقيقي لكل مكونات الشعب العراقي، إن كان في المجال التشريعي أو في المجال الحكومي. تشوف أكو هناك كانت في يوم من الأيام السني ما يقف أمام الشيعي، في هذا ما راد الآخر يعني. هسه الآن الحمد لله وصلنا إلى مرحلة أن يكون السني والشيعي والمسيحي والكردي في خط الصد الأول ضد داعش. هذا شيء يعني أنا أشوف بدت بوادر الديمقراطية تنتعش شوي شوية بعد هذا المخاض العسير بصراحة اللي مر علينا خلال هذه الفترة. أتوقع هو كل حرب نتائجها مدمرة تأكيد. يعني حد الآن الحالة النفسية يعني أبسط شيء، مو الحالة المالية. لحد الآن إذا تلتقي بناس ولادتهم ثمانينات ولدوا وتربوا بغياب الأب نتيجة التغييب، نتيجة الوفاة، نتيجة إذا تتبع وياه تلقى أكو حالة من يعني العوز العاطفي أكيد للأب. أكيد أكيد. هذا أنا ما لا أني ولا غيري. لا هي مخرجات طبيعية يعني. هذا أبسط شيء. تمام. والأخريات معروفة للجميع يعني. ندعون الله إن شاء الله الهدوء التام. آمين. أسأل الله أنه يحفظ بلدنا ويحفظ شبابنا. جزاك الله خير الجزاء. أستاذ نزار، خلنا نرجع إلى حدود بلدية التاج أو حدود جميع البلديات. ما هي صلاحياتكم في تلك الحدود وأين هي تلك الحدود؟ ابتداء الصلاحيات ليست مطلقة. ابتداء من أصغر موظف وانتهاء بأعلى موظف تنفيذي. طالما هو تنفيذي اللي يشرف عليه هو التشريع واللي يحدد مساره وصلاحيات التشريع اللي هو أعضاء مجلس المحافظة لو أقرت. لا أعلى. أعلى؟ أعلى. أنتم متابعين محافظة بغداد؟ نعم نعم. من التشريع؟ أنا أتكلم على الجنبة المالية. جنبة المالية. الجنبة المالية مرتبطة بوزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء الموقر، إضافة إلى بعض التغييرات اللي تتلائم مع المرحلة. فجنابك الكريم سألتني هذا السؤال، أقول لك أكو بعض الصلاحيات وأكو صلاحيات ما عندنا موجودة عند الجهات الأعلى منا بالتواتر وبالتراكم. واضح. وصولا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء. جيد. اليوم التاجي وين مكانها؟ يعني حتى أعرف، لأن أنا تحدثت قبل بدء البرنامج فجنابك تفضل تقول، قلت لك على قضية بوابة بغداد. نعم. قلت لي هذا مو من الصلاحيات. إذا وين صلاحياتكم يعني حدودكم أصلاً؟ حدودنا تشمل مدينة سبع البور، الحدود
التصميم الخاص بالمدينة بكاملها بكاملها. وما كنت داخل لا لا التصميم. الحدود مو الإدارية حدود البلدية أما هذا ملزمين بتقديم كافة الخدمات اللي ينص عليها القانون. اللي هي خدمات كثيرة يعني أنا أجيك من الأخير حتى المقابر تعود للبلديات. المقابر؟ نعم. هو بإمكان جنابك الكريم تتصل بمديرية بلدية المنصور للتأكد من أنه مقبرة الكرخ تعود إلى قسم المقابر في مديرية بلدية المنصور. طبعا المسحة قلت حد عندي فكرة هسه قلت لك ممكن جنابك تجي وشوف قلت احتمال يقول لك موت وشوف ذاك عمرك طويل بس القصد أنا قلت هذا الكلام قلت تتصل احتمال فاتتني يعني لا 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 المسحة شوف وين ابنك فهي هسه مثلا اعمال المؤسسات البلديه ضمن القانون كبيره جيد وامتدادها كبير يغطي نشاطات المجتمع كله يعني فقط التنظيف لا يا سيدي الفاضل لا لا, لا 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 اذا ترجع الى قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 حدد الكثير من المهام معمول بها كلها؟ منها ما هو معمول من منه منها ما تم تحجيمه منها ما نقل صلاحياته بالضبط منها ما تم إلغائه يعني قبل 60 سنة 60 سنة تمام 60 سنة حاجات المجتمع اختلفت عن حاجات المجتمع حاليا تمام. واجب انه تلبية كل احتياجات المجتمع وفقا للتطور اللي يصير كثافة سكانية انا مع توسيع صلاحيات المؤسسات البلدية لنأتي على الدول الخارجية بأمانة الكثير من الناس اللي راحوا تركيا بالسنين الأخيرة انا حقيقة ما زايرها من السبعينات من كانت قرى متناثرة نعم هاي اسطنبول وما لا مو اسطنبول الطريق لها اللي هسه تشهد مدن كانت عبارة عن قصبات شوية أكبر من القصبات الموجودة عندنا نعم إذا تبوع تنظر إلى صلاحيات رئيس البلدية في كل المدن الصلاحيات كبيرة وواسعة بحيث يتمكن أنه يدير أعمال المدينة المسؤول عنها ويحاسب على ذلك بمعنى آخر الكثير من الدوائر تتبعه أغلب دوائر اللي تعمل ضمن نطاق المساحة المسؤول عنها تتبعه فما يحصل تقاطع جميل احنا هسه اذا نريد مشروع بأمانة لازم نجيب موافقات من 6-7 دوائر بعدم الممانعة على مستوى طريق مستوى طريق مبلطة بس انتم اعرف بالموضوع دائرة المجاري دائرة المجاري ما تابعة للبلدية بالنسبة ان المؤسسات البلدية خارج امانة بغداد مديرية لهم مختصة منفصلة عن بلديات إمامات بغداد غير مجلس محافظة تابعين محافظة بغداد عفوا محافظة بغداد تشمل داخل حدود أمانة بغداد والحدود الإدارية خارج حدود أمانة بغداد احنا كمؤسسات بلدية تابعة أساسا لوزارة البلديات هو العراق كله عدا أمانة بغداد هذه للتوضيح كل المحافظات وبما فيها بغداد عدا أمانة بغداد بهذه الوزارة أكو مديريات مديرية البلديات ومديرية الماء ومديرية المجاري هذول ما تابعين للبلديات كمديرية إنما كل مركز يتبع إلى المديرية المسؤولة عنه مثلا في بغداد أكو مديرية ماء بغداد وأكو مديرية مجاري بغداد مسؤول مركز الماء في مدينة سبع البور ما تابع لي
لا اداريا ولا فنيا. اشراف ولا اشراف؟ مو فنيا، الاشراف فني صحيح، والاداري معروف. كذلك ابو المجاري، كذلك ابو الاتصالات، كذلك ابو الري الموارد المائيه، كذلك ابو الزراعه. هذني اذا كلها تخضع تحت سلطه مدير البلديه او رئيس البلديه، اني اجزم لك انه النجاح حيكون منقطع النظر. بهاي الحاله لان تجيب واحد وتحمل المسؤوليه بالكامل فعلا بعد ما عنده عذر. صح، تحكيها بامانه، حتى ما يصير ترهل بالعمل، ما يصير ترهل. يعني بما معنى يعني شو صلاحيات اذا انت نجردك من كل الصلاحيات، من مديريات جدا مهمه بتقديم الخدمات، يعني مرجح الى وزاره تابعه للحكومه الاتحاديه، ولو كل الوزارات تابعه للحكومه الاتحاديه. المعنى اذا انت تجردني من كل هالمسؤوليه وتريد مني نتاج، شلون راح انتج لك؟ وبامانه يعني هي مو من باب الشكوى لكن من باب شرح واقع الحال، انا مدير بلديه قديم، كان التعاون قبل التغيير اوثق. نعم، العلاقات كانت اوثق بين مدراء الدوائر بامانه. يعني رغم عدم وجود الهوت لاين الموبايل صح، بس كنا نلتقي اجتماعات دورية يتم طرح المشاكل وإيجاد الحلول، وكانت أسرع الوصول للحلول أسرع بأمانة. يعني هسه قرارات مجلس الوزراء يعني خاصة بجهود الخدم مثلا، نعم، يعني كثير من الروتين رفع تقريبا. تمام، يعني هسه لو تشوف الفريق الجهود الخدم الحكومي، شوف من البلديات، من الكهرباء، من مجاري، من نعم، ما كلهم بحلقة واحدة. نعم، هذا اللي تفضلت به هو هسه صلب الموضوع صار، ولذلك إنجازهم أسرع. أحسنت، أسرع. شنو شلون تشوف تجربتهم؟ أنا شفت من خلال تجربتي في مدينة سبع البور، حصل اجتماع اليوم 26/11 أعتقد اليوم صح، 25/26 قبل سنة إلا يومين 27/11 حصل اجتماع العام الماضي اليوم 25. كانت مخرجاته أنه يتولون تبليط طريق، اختارينا طريق بعيد عن شبكة المجاري. يمكن باكر يصير يمكن سنة كاملة مو تمام؟ بالضبط، سبحان الله. أي، ففي حينها استمر العمل به رغم أنه جابهنا مصاعب، منطقة زراعية بالكامل، منطقة ما داخلت لها أي آلية، تربة رملية بعمق مترتين، لكن تجاوزناها وسوينا طريق للآليات الثقيلة بس بتعاون دائرة النفط، وزارة النفط متفضلة بآلياتها، دائرتنا بالبعض من آلياتها، لأن احنا عندنا بنفس الوقت مهام أخرى. تمام، اليومية، المهام اليومية واضح. طيب، دائرة الماء، كثير من الدوائر، حتى الحشد الشعبي، هيئة الحشد الشعبي متفضلة بادرت بإرسال آليات على قدر تعلق الأمر بإمكانياتهم. الكل شاركت، بالنتيجة عمل تكاملي متكافل بالتعاون وبمواصفات. يعني احنا عندنا المختبرات هي الفيصل. صح، انا بتقديري كمهندس العمل كان جيد جدا رغم وجود العراقيل. بالضبط، يعني كانت اكو شبكات مي منفذة بارض عراء، يعني ما حد متوقع في يوم من الايام يعني شوف شبكة، هاي حقيقة، وأكو تجاوزات عليها من القرى كذا كذا، لكن أنجز العمل. ومن الأعمال اللي أعتز بها أني تجربة ناجحة، ناجحة جدا كانت، لكن لسبب خصوصية مدينة سبع البور أنه في القريب العاجل أكو شبكة مجاري قيد الإحالة، منعنا أنه نتوسع بالأعمال الأخرى المناطة الجهد الحكومي الخدمي. كنا نمشي يعني اختارينا اقل الخسائر المستقبليه بحكم انه الطريق اذا تبلط الطريق وبشبكه مجاري
بعد فترة بسيطة يتم الحفر وكذا يصير هدر بالمال العام. هدر المال. نخضع جميعا إلى المساءلة القانونية وهذا طبعا. ما وارد يعني صح. ماكو وهذا ما نشوفه بصراحة يعني نهدر كثير. أموال الدولة اللي إذا تجينا يعني كثير من المشاريع أستاذ نزار حدوة حدوة هذا الموضوع يعني بصراحة تم تبليط الشوارع تم بناء مشروع ضخم ولكن نشوف بعد فترة ويرفع هذا وأصبح هذا الملعب يعني هنا أنا سيد الفاضل من أقول أكو سوبرفايزر صحيح أنا قبل ما أجي أبلط الطرق أجي على باتصالات تعال عيني تفضل وين شو اسمه مالتك الشبكة مال الاتصالات مدها قبل ما عندك مشكلة عندك تقوية يلا قوي أبو الكهرباء من يكون مالتك من نعمل كتيم واحد واضح يختلف الحال إذا مو جزئي بس هسه عملوا فريق واحد هسه جيت مو جزئي جزئي أنت يعني تجربة هاي بشكل عام تصير موسعة ما ممكن تصطدم بدوائر كثيرة وقوانين كثيرة ويعني أنا أقول هاي المرحلة حلوة وأنت عممت تكون في كل محافظة تمام جهد خدمي خلي نقول كسلاح ضارب أو قوة ضاربة إلا أن تتحول إلى مؤسسة وتعدل بعض القوانين مو تمام اسمه هذا مو معناه أنه تلغي تلغي مؤسسات كثير مؤسسات نعم بالتأكيد أنا حيصير أكو صح. خرق للقانون بالضبط إما يعدل وأن يكون صلاحيات ليست مطلقة بالمطلق يعني معنى المطلق لكن أكو رقابة رقابة ليست ذاتية يعني لازم كل ذاتهم لازم عليها تكون رقابة يعني فأن تكون رقابة تشريعية في داخل شو كنا تحدثنا عن مجلس المحافظات بالتأكيد أن تكون رقابة حقيقية ليست مصالح حزبية هذا لك أطمطمه وهذا طمطم لي يعني أن تكون رقابة حقيقية بالإضافة إلى الاتحادية في أعرق الديمقراطيات نعم. المصالح أتفر. السياسية والتجاذبات لكن لا على حساب هنا أكو بها فلترة هي شلون بأمانة يعني بسبب تفعيل القانون عندهم أكثر يعني قنن لهم شوي لو لا لا أستاذ وهي قلت لك العراق خبرة صح العراق استقرار تمام مو صحيح لو لا ولذلك تلقى الديمقراطيات عندهم مستقرة ما تصيبها هزات إلا ما ندر يعني بأمانة هسه تروح لأي دولة ديمقراطية تلقى بالمنظومة ناس مؤهلة وناس غير مؤهلة ما خلق الكون كله بالتساوي صح لا تساوت الأذواق لبارة السلع بالضبط فهم أكو انتقائية تكون نتيجة الأمور يعني صاحب الكفاءة أو صاحب الموهبة كثير من الناس موهوبة بالأداء يعني هو اللي يستمر تمام أحسنت الله يخليك رجع على مشاريعكم مشاريعنا فيما يخص مديريتنا إن خصوصية إحنا مديريتنا ومديرية بلدية الوحدة ومديرية بلدية النهروان ومديرية بلدية أبو غريب هذه المدن الأربعة تفتقر إلى شبكة مجاري نظامية ومثل ما ذكرت لك يصبح التبليط حجب عنا التبليط والجزرات الوسطية وبأمانة إحنا واقعين بين المطرقة والسندان المؤسسات البلدية ليست الجهات عفوا ذات العلاقة بموضوع الإحالات لشبكات المجاري الأمر يخص وزارة المالية والتخطيط ومحافظة بغداد ولربما اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء جهات أعلى من عندنا كاختصاص وكصلاحيات لكن نقع تحت الكثير من بأمانة المواطن يعرف البلدية هي مسؤولة عن هذا وهذا الأمر مو صحيح وهذا متعارف عليه متعارف لأن أمانة بغداد هاي الدوائر اللي ذكرتها الجنابك الماء والمجاري تابعة للوحدات البلدية في أمانة بغداد احنا نختلف تسألني شنو التصاميم منو اللي أعدها مال المجاري أقول لك تصاميم أكو مديرية مدير تصاميم ما عايدة إنه ولا إحنا عايدين إنه
مجرد أكو تنسيق عند الضرورة. عند الضرورة ليش بترجعون لعد بالقانون؟ يرجع 2008 القانون، قانون بغداد المعدل، يعني يرجع أمانة بغداد ترجع إلى صلاحية المحافظ وبغداد وتصير مركزية بالعمل. ليش إحنا أمين بغداد عدى صلاحيته وميزانيته من رئاسة الوزراء، ومحافظة بغداد تأخذ موازنة؟ هاي التكاملية بالموازنة. لا مو هسه هنا أنت مشكلة الموضوع هنا، هل هو عائدية أمانة بغداد مرجعيتها إلى المحافظة أم باستقلال؟ استقلال. باستقلال هذا ماشي، هو ما عندنا مشكلة بيه. إحنا نتكلم على دوائر وزارة البلديات اللي صار بها فك الارتباط وألحقت بالمحافظات، وهسه رجعت الدوائر التربية، رجعت للوزارة التربية. صح لا التربية والصحة بقت، بقت الزراعة، بقت الزراعة نوعا ما. بداية السنة راح ترجع تلتحق بوزارة الزراعة. اي هاي الزراعة. صح لا لا، احنا بالنسبة لنا بأمانة يعني من قبل التغيير قبل السقوط تابعين لمحافظة بغداد. أها. نعم. في بعض الأمور الفنية وبعض الأمور الإدارية نرجع آنذاك إلى وزارة البلديات. استشارية لو؟ لا كل فنية 70-80% والإدارية، وأكو تنسيق عالي ما بين محافظ بغداد ووزير البلديات. جيد. كانت وزارة الداخلية تابعين لها، وين وزير الداخلية أو وكيل وزير الداخلية للشؤون الفنية. أه. هو مسؤول كان عن الدوائر الفنية الملحقة بوزارة الداخلية بعد إلغاء وزارة الحكم المحلي. سؤال شخصي، هل أنت مع يعني دمج أمانة بغداد بشخص المحافظ وإدارة المحافظة، أو لحتى تكون رقابة من ذات المحافظة تكون الصلاحيات واضحة؟ لا هناك مثلا شوف هناك تقاطع صلاحيات، يا هاي العمل لا والله أمانة بغداد مسؤوليته، هاي المن محافظة، ومشكلة ما بين المحافظة وبين الأمانة، وهاي الحدود الإدارية ومشكلة. ترى ماكو مشكلة يعني، لأنه أكو رقابة من مجلس المحافظة، أكو أعضاء من داخل أمانة، من داخل حدود أمانة بغداد، أكو أعضاء من خارج حدود أمانة بغداد، ولها صلاحية بإقالة مدير بلدية. أكو لجنة الخدمات، هيئة الخدمات بغداد، هيئة خدمات بغداد. تمام. بس إلى صلاحية مجلس المحافظة، مجلس المحافظة مو تقول لهم صلاحية بالمراقبة بعض البلديات؟ بالتأكيد لهم، لهم صلاحية بتقديم الطلب بإعفاء مدير بلدية لكون إخفاقاته. بالتأكيد عندهم مع تثبيت ما يثبت إخفاق. أحسنت. هل ممكن يمانع أمين بغداد بإعفاء؟ ممكن؟ ممكن، ممكن يتأخر. أها. بس ما عندما تمتلك الدليل القاطع على الإخفاق ما أعتقد. بس ممكن ما ينفذ. لا هسه ما أريد أبدل فلان، أمين بغداد ما عندك سلطة عليه. إيه هنا الهيكلية الإدارية للدولة تقاطع. اكو بعضا يعني، وحتى التقاطعات ترى موجوده في كل مفاصل الدوله. المعنى كان الهدف من السؤال ان ادمج ارجع لهم، موجود هو بالقانون طبعا يعني، بس ما 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 فعل يعني. امانه بغداد تصير تحت سلطه المحافظه، حتى ماكو هسه صح لان هي عاصمه فصارت امانه بغداد، هي امانه عاصمه، امانه أحسن. العاصمه اسمها اي تمام، لان ماكو امانه ميسان ولا امانه بالضبط، هي امانه العاصمه ضمن طبعا. القانون هي امانه العاصمه قبل صح. ما يتغير اسمها امانه بغداد بعد السقوط الثمانينات. لا اها الثمانينات يعني مو على 2008. لا ورادوا 2008 رجعوها امانه العاصمه، هي العاصمه. انا من خلال ما يتردد إلى سمعي أنه كان الكثير من أعضاء مجلس المحافظة السابق يصرون ويسعون باتجاه إعادة تسمية أمانة عاصمة. العاصمة لخصوصية العاصمة. تمام صح، لخصوصية العاصمة. بدقيقتين يمكن أعتقد مخرج يشير، ما أدري شو خلصت الحلقة. لا بصراحة كانت ممتعة يعني وجودكم. الله يحفظك أستاذ نزار.
هل أنصفكم الإعلام؟ الإنصاف مرهون بأهله. أحسنت. كثير من الإخوان الإعلاميين بسبب قلة التجربة، بسبب يعني السياسة أنه يتكلم مع المواطن، المواطن صاحب معاناة، المواطن هو أساس. لكن الصحافة يجب توفر عنصر العدالة والحيادية، والحيادية العدالة حيادية، صح، تسمع المواطن وتسمع الطرف الآخر. يعني جنابك الكريم ممكن تعاتب أمانة بغداد على هذا الشارع اليمك، ليش بيطسات أو ليش بيحفر؟ من يقول لك ناشده، يطلع المواطن يتكلم حفر وازدحام وكذا وكذا وكذا. وجهة نظر المواطن جدا محترمة، صح. ارجع إلى وجهة نظر المسؤول أبو الجهة المسؤولة عن هذا الطريق، إن كانت مروريا فيقول لك أكو جسر قيد الإنشاء، صح، بعد 4 كيلومترات مسبب اختناق مروري زخم ترددي، صح. تجي على مدير البلدية ممكن يقول لك أنا بداية سنة وما أقدر أصرف حاليا إلا 1/12، أو يقول لك مثل ما صارت عندنا الكثير هاي السنين السابقة ماكو موازنات تقر، تمام. إذا تتذكر جنابك، صحيح، الكريم 21 أكو موازنة، 23 موعد لا لا أكو لا قبل 20 22 و22 ما كانت موازنة، صحيح. أجلت المشاريع، تمام. طيب المواطن الكريم ما يعرف هذا، ترى المسؤول البلدي واقع بين المطرقة والسندان. يعني أرجو من الأخوة بأمانة أنه العاملين بالصحافة أنه يتأنى بالإنصاف، لأن الإنصاف حلو. صوت. المسؤول عراقي، ابن عراقي، ابن عراقي، ويفوت على هذا الطريق وهم تبهذل مثل المواطن. والمسؤول خليها في بالك، لا تصدقني أكو مدير بلدية ما يريد منطقته تكون جميلة وراقية، ويحسب إله، ويحسب إله، ويرتاح من تكون جميلة وراقية. أكو موضوع إذا يسمح لي الوقت بدقيقة، أقل الدقيقة، لأقل الدقيقة. قبل شهر ونص صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتعديل الرسوم الخاصة بفرض الغرامات على المخالفين، والمقر بموجب قرار 296 لسنة 1990، غرامات تأخيرية، لا غرامات المخالفات، مخالفات. احنا كدائرة جهة تنفيذية يجينا الأمر الديواني وأمر مجلس الوزراء، لا نملك إلا التنفيذ. الاعتراض والتعديل والرفع يتولى من أصدره، اللي هو مجلس الوزراء حصرا. احنا نكتب نقول يا ترى أصبحت عالية هذه، فاتحنا مرجعنا، ومرجعنا فاتح مكتب السيد المحافظ لغرض مفاتحة مجلس الوزراء لإجراء التعديل، لأنه العقارات خارج أمانة بغداد تختلف أسعارها وقيمها، صح، عن داخل حدود الأمانة. أحسنت. وأنا اللي أشكرك. لا عفوا، أنا أعتذر جدا، تجاوزنا وقت البرنامج. شكرا جزيلا للأستاذ نزار، المهندس نزار ربيع، مدير بلدية تاج. شكرا على كل هذه المعلومات الجميلة، وشكرا على ابتسامتك الدائمة. الله يسلمك. الله، وبالعكس أنا متعة شرف لي الحضور اليوم بقناتكم ليضح بعض الأمور، وجدت في وقتها، وأنا أشكركم مجددا. إن شاء الله لقاء دائم إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ نزار. شكرا لله. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.